بعد تعهدات نتنياهو بضربة انتقامية ضد إيران، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن جميع الخيارات المطروحة على الطاولة بما في ذلك الهجوم على منشآت نفطية إيرانية ومجمع المرشد الإيراني ومقر الحرس الثوري. من جهتها نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن الجيش الإسرائيلي قوله إن إسرائيل في مواجهة مباشرة مع إيران، مؤكدا حالة التأهب في جميع الجبهات. وأضافت نقلا عن الجيش الإسرائيلي أن الرد على إيران قد يمنع هجوما إيرانيا آخر على إسرائيل، لكنه سيحقق الردع، وأن الجيش يتوقع تعاونا دوليا يتفهم الرد على طهران مما يمنح الشرعية لإسرائيل. كما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري في مؤتمر صحفي، قال إن الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني سيأتي في الوقت الذي تراه إسرائيل مناسبا بحسب وصفه.